شمس، أنا ودي أقول لك على سر صغير. أنتوا طبعاً كلكم كنتم مستغربين إني أنا قاعدة أحوم حوالين بيتكم، وأهل البيت بعد استغربوا أكثر يوم شفتك وعرفت اسمك وأبديت اهتمام كبير فيك. الحقيقة غصب عني، شمس تدري ليش أنا مهتمة فيك؟ أنا كان عندي بنت اسمها شمس. صدق؟ شمس ضاعت مني، فقدتها يوم وهي صغيرة. دورت عليها في كل مكان ما لقيتها، ما قدرت أنساها. لما شفتك تذكرتها وحبيتك لأن اسمك شمس. أنا ما بمنك شيء، أنا بس أبيك تعامليني كأم وإنتي بنتي. ممكن يا شمس ممكن تعامليني إني أنا أمك وإنتي بنتي. أستاذة مريم أنت بحسبت أمي من غير ما تقولي لي العلاج. عزوز مو تنسى اللي قلت لك عليه. عزوز لا تنسى اللي قلت لك. شباب مش عايز اسمع اي صوت، الامتحان بدأ خلاص. لو شفت حد بيتكلم هعلم على ورقته بالاحمر، ما تضطرينيش اعمل كده. كلام مفهوم؟ لو سمحت اتفضل. والحين ايش رايك اقول لك قصة الشاطر حسن؟ لا انا ابي اقول لك قصة. عندك قصة؟ ايه يلا انا اسمع. اسمها البطة اللي تاكل الاسد. وي وي البطة تاكل الاسد؟ ايه. زين شلون كلته؟ كلته تري 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 غرفني بيسك ما انت جاينا فديته. انزل عيل انا اقول لك شلون كلته ويا ست اللي بطه كلت الاسد. يوم الله فديت وديت البنات الحلوات واشروا. سلام. هلا 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 شلونك؟ بعد عمري هلا. ان شاء الله ما مللتك يا مرام. وي بسم الله عليها. اسمعي القصه اللي قالتها. يلا قولي حق امك شنو القصه؟ قصه البطه اللي تاكل الاسد. البطة اللي كلت الأسد، يعني مو الأسد اللي أكل البطة. أي أنسي قولي حق ماما شلون كلته؟ حبيبتي يما سامحيني ما أنا تعبتك شوي هالأيام، بس هانت كلها كم من يوم وخلصت الدورة مالتي. صدق ما عندك سالفة؟ لا والله حشا ما عندك سالفة. الحين اللي سمعتش أنا غريبة.
اصلا مسليتني. طالعي قاعدين انا وياها نسولف ونستانس ونلعب، صج ولا لا؟ اي مو مستانسه معاي؟ مستانسه حيل. منو رفيجتي في البيت؟ انتي. عسى الله يسعدك ان شاء الله او توقفين على ريول الشدين حيلك. انا بيش تطلعين من المود اللي انتي فيه ان شاء الله. يبعد امري. يلا كملي القصه، هذا نسمع. بعدين الاسد راح سوى حبيبتي يما فديت البنات وعشرة واقول قليلات. سلام. ايش فيك متنحة بالتليفون؟ يا حليلة هذا ساهر مسكين، وايد متأمل اني بشوفه مرة ثانية. تصدقين؟ مصدق نفسه وايد، حسباله يقدر يشوفني. بس المستغربة منه ان عقب النصبة اللي نصبتها عليه كاتب لي كلام غريب وكنا ماكو شيء. الوضع عنده جدا عادي. ولا يكون بالطاوعين على اللي قاعد يقوله. ولا بصراحة روح المغامرة وايد حلوة، شكلي بجربها مرة ثانية. لا ينيتي ينيتي وقعدتي. لا مو انا اللي ينيت، عهد هي اللي ينت. والله انا اللي بين منك، خلينا نمشي احسن لي. وين رايحة؟ عندي مهمة خاصة. تافه جدا تافه. رونق احمد. هلا تفضلي. تفضلي يا دكتور. شكرا. تفضلي. السلام دكتور. عليكم السلام اختي. اخت رونق؟ اي نعم. شنو تشتكين اختي؟ الضرس اللي فوق وايد يعورني. ايش كثر صار له؟ تقريبا يومين ثلاث. تفضلي اختي. ان شاء الله ما كله كل خير وشيء بسيط ان شاء الله. لا ماكو شيء، بس حبيت استاذنك اروح السوق بشتري كم شغله. خلاص خليها العصر اروح انا وياك. ها؟ لا لا حبيبي ليش؟ ليش اتعبك؟ انا قلت نفسي فاضيه الحين اروح بسرعه وارجع. خلاص روحي روحي بس لا تاخرين. مشكور حبيبي، مع السلامه.
سويرة سويرة سويرة. نعم. على خير؟ وين طاقة شلالاتك وطالعة؟ رايحة السوق بشتري شوية شغلة وبرجع. ولا تبي ناخذ إذن منك بعد؟ لا يا عيوني، ايش حق تاخذين الإذن مني؟ ليش؟ حارس شخصي أنا قاعدة، بس على الأقل في ريال في البيت. قولي تحكي شوري، ولا أنت عندك عادي طقين شلالاتك وتطلعين مني والطريق متعودة. أكيد أمك كانت نفسك. سمعيني، أنا بنت ناس وأعرف الأصول. كلمت حبيبي أحمد وقال لي روحي السوق وغيري جو وشمي هوا وتسوقي ورجعي. عندك مانع؟ عين إذنك، لا تأخريني. قطع. سليمة صكتك إن شاء الله، يعلك ما ترجعين، يعلك تطلعين من البيت وتدوسك سيارة. يا الله يا كريم. بتيتيكي Hello, how are you? Can I have one white mocha? Yeah, should tell me. Do you have spring roll? Yeah, we have spring roll, okay, sir. Yeah, I want donut. Hello, hello, Emma. إيش فيك عسى ما شر؟ تعبانة يا إما. زين تبين أدقلك على العنود ولا وديك عندها المستشفى؟ لا 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 لا. ما بك تقول لها. ما بالخبر يوصل حق أبوك. تعالي بسرعة يا إما. إن شاء الله يا إما حاضر يلا باي. عزوز أنا رايح حق أمي ها؟ أوكي يلا باي باي. عجبني. تفضل يا عمري. الله ثانك يو بيبي. الله يخليك لي ولا يحرمني منك. قول امين. امين. عجبتك؟ ايه وايد حلوه. وانت اي شيء منك حلو حبيبتي. بس ها ما ابي اشوف الزعل وضيقه خلق على وجهك. حياتي لا تقول كذي. انا يوم انت تكون يمي ومعاي اكون حدي مستانسه، بس لما توخر عني تسكر الباب في وجهي. بقول لك شيء. شنو؟ اليوم بنام هني. صدق؟ ايه. انزين شو بتقول حق زوجتك؟ زوجتي؟ زوجتي ما تدري عني ولا مهتمة فيني. الله ياخذك يا سلطان ويفكني منك. ها بشري. المبلغ جاهز. ما قدرت ادبر لك الا 8000. بدينا باللف ودوران. سلطان ترى انا بعت ذهبي عشان ادبر لك المبلغ. شوفي عشانك بنت خالي بكون اطيب منك واكرم منك ومسامحك بال2000. المهم سلطان شلون اسلمك الفلوس وتسلمني اغراضي؟ بسيطه. اي قدام بيتكم سلميني الفلوس واسلمك الاغراض. شنو؟ لا 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 طبعا لا. شنو انت تفضحني؟ لا بالعكس انا ابي استر عليك. انا مريت بشارعكم اكثر من مره وشارعكم وايد هادي. انزين سلطان متى اقدر اسلمك الفلوس؟ الساعه كم الحين؟ ثمان. ايش رايك الساعه 12 بالليل؟
عشان يكون كل البيت ناموا. أوكي سلطان، يلا الحين مع السلامة. الله يستر. مساء الخير. مساء النور. أنا صاحبة الجنطة اللي نسيتها وكلمني عليها الدكتور. لحظة. وي هذه هي بتعطيني الجنطة وأنا عبالي الدكتور. لا لا كذي ما ينفع. ما يخالف تكلميني الدكتور أدش أتشكر له بنفسي؟ لحظة من فضلك. دكتور الأخت صاحبة الشنطة عايزة تشكر حضرتك. أوكي تفضلي. أسفة على إزعاجك دكتور، بس أنا جاية أتشكرك. تشكرين على شنو؟ أنا ما سويت إلا الواجب. لا بالعكس، أنت ما قصرت وسويت فوق الواجب. تفضلي قولي. صراحة دكتور وبدون مجاملة، يعني أنت إنسان وايد راقي وبقمة الذوق والأخلاق. وما أدري إذا كنت متزوج ولا لا، بس هي حظ اللي تبي تاخذك. الله يسلمك ويبارك فيك. كلامك قلت لي يا هذا كله يمكن أنا ما استحقه، والدنيا للحين بخير وفي ناس مثلي وأحسن مني. هذا من طيب أصلك وتواضعك. أنا استأذن الحين. موعد مراجعتك بعد يومين. إيه ذاكرة مو ناسية. يبي لي ملف المريض اللي طلعت مني الحين. حاضر يا دكتور، هجيبه لك دلوقتي. تفضل دكتور. شكرا. رونق أحمد 24 سنة عزباء. ليش ترى دكتورة ايش صار؟ هي عندها إرهاق شديد جدا وهو ده اللي عمل لها هبوط. ان شاء الله تبقى كويسه بعد ما يخلص المحلول اللي احنا حاطينه لها، وانا هكتب لها شويه فيتامينات وادويه وتبعد عن اي توتر. اذا الدكتورة هي عندها دوام شلون؟ لا معلش تاخد اجازه 3 ايام ترتاح فيها. تشرا فوق؟ لا ماما راحت مستشفى. مستشفى؟ اي نعم. من وداها مستشفى؟ مساية. خلاص اوكي. الو؟ شايع مش فيها؟ وليش ما قلت لي؟ يا عنود أمي مو راضية أبلغك، لا أنتي ولا أبوي. ما أدري عنها، مو راضية بعد. هاي معودة وأنتي من صدقك أنتي، خلك. إن شاء الله إن شاء الله. دكتورة طمنتني. ساعة ورادين. لا هي بس عندها شوية هبوط وقاعد تحسن. خلاص أوكي. مع السلامة. شمس ما تدرين ايش كثر كلامك في الفترة الأخيرة أثر فيني
وخاصة لما قلتي دخلت الدورة التدريبية هذه. أحس يعني انولدت من جديد، كل شيء في حياتي تغير. وكلامك لما قلتي الحياة ترى ما تنتهي عند الطلاق فعلا أثر فيني، استفدت منه وايد وصارت عندي طاقة إيجابية. تدري إن أنا وايد مستانسة لأنك أسمع منك هالكلام. الحمد لله. بس تدري شلون؟ الله صدق ابتلاك بمرض وبمشاكل أكثر من المشاكل اللي أنا أمر فيها. بس الحين أنتي اللي تنصحين وأنتي اللي تعطين الطاقة الإيجابية. الحمد لله. لأن هذا الصح. أنا قلت لك قبل هالمرة شيخة، لما يصير شيء بحياتك ما تنجحين فيه مو معناته نهاية الدنيا. لازم يكون في أمل. لازم دائما تكونين متفائلة. حالي صدق على طريق الأمل. أنا قريت ذاك اليوم بالإنترنت إن في مركز يعالج الحالات اللي مثلك بأمريكا. ها إيش رأيك؟ شنو رديتش؟ لا شيخة، معلومة اللي عندك ناقصة. لأن الحالات هذه تكون عندهم بصيلات تقدر تساعد الدكتور إنه يعالجهم. بس أنا ما عندي ولا بصيلة. عشان كذي علاجي مستعين. يلا الأمل بالله كبير، مثل ما قلتي لي تفائلي. نعم بالله. أتوقع الحين لو قلت حق أمي وأبوي يخطبونها لي أكيد راح توافق. ليش لا؟ أنا لازم أكلم أبوي بأقرب فرصة. حسبي الله عليك يا سلطان. أنا عجزت أحدد مشاعري اتجاهك. أنا أحبك صدق ولا بس تعلقت فيك لمجرد أني شفت اهتمامك بشمس فغرت منها؟ صرت أوهم نفسي بالحب بمجرد أني باخذك منها. يمكن هذا هو التفسير الأقرب لحالتي معك. وايد تعبت، ماني قادرة أفكر. شاهد حبيبتي، انت تدرين ان انا احبك واعزك نفس اختي الصغيره، صح ولا لا؟ ممكن تقولي لي ايش اللي شفتيه من الدريشه؟ ما شفت شيء. بس كلامك يقول غير هالشيء.
على العموم حبيبتي لا تسيئين الظن، اللي شفتيه هذا ترى أبوي. إي لا تطالعيني كذي، أبوي طلبت منه شغلة يجيبها لي، عشان الوقت متأخر ما قلت حق أبوك ولا قلت حق أحد في البيت، لأنه راح يصرون علي نام هني وما يبي يحرج أحد. سمعيني شهد، أنا مو مضطرة أبرر لك بأي شيء أو أشرح لك، والشيطان شاطر. تصبحين على خير حبيبتي. حقير يا سلطان، يا حقير. أنا شلون صدقت حرام وكذاب نفس سلطان؟ لازم ألاقي حل، لازم. زي ما نبهتك يا أختي ندى، لازم تهتمي بنفسك شوي، وبعدين ما فيش حاجة أهم من مصلحة الإنسان. إن شاء الله. شكرا وما قصرت يا دكتورة. عادي يا صديقي، خذ الأدوية اللي كتبتها لها. يعطيك العافية دكتورة، يلا يلا. مع السلامة. هلا يما، الحمد لله على السلامة، وتشوفين شر إن شاء الله. أنا الحمد لله بخير. عطني شاهي عدو أمي خلي أشوف شنو وصفوا لها. عسى ما شر، مش فيها علي؟ ما أدري، أنا بصعد أشوفها. تعال، أبوي للحين ما جاي، صارت الساعة 2. دقي علي. وينك يبا، تأخرت؟ قاعدة حاتيك؟ والله يا بنتي سامحيني، كان المفروض اتصل فيك وبلغك، لأنك انت الوحيدة اللي حاسة فيني، ولا الباقي ما يدرون عني، حتى مسج ما سألوا عني. يبا ما عليه، أنا أدري بالمشاكل اللي صايرة بينك وبين أمي، وصدقني هي نفسيتها تعبانة، مو بس عليك أنت، ما شفتها شلون زفتني. تخيل إنها تعبانة وشايع موديها المستشفى ومحرصة علينا، لا يقولك ولا يقول لي. شفتي شلون يا بنتي؟ شفتي شلون أمك قاعدة تعاملني؟ وأنا مو مقصر معاها بولا شيء. يلا ما علي يبا، الله يعين. ما قلت لي يبا متى بتي؟ والله يا بنيتي أنا طالع مع واحد من ربع حداق، واحتمال كبير إن شاء الله يكون باكر العصر. استغليت الوقت وقلت باكر ما عندي محاضرات، فرحت أستانس وياه. ماشي يبا، إذا على قولتك إن ما حد مهتم فيك، أنا بنتك وأحبك وتدري إن أنا مهتمة فيك، صح ولا لا؟ على الأقل اتصل علي طمني. في شي الخير يا بنيتي، تبين شيء؟ لا يبا، أبي سلامتك. لحظة لحظة، أمك شلون الحين؟ أحسن؟ الحمد لله، ما فيها إلا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.